شرفت بحضراتكم. بداية شكرا يا أيمن بيه على التعريف الجميل دوت، وشكرا لجنة الفكر القانوني ومعالي المستشار بدوي على مجهوداتكم بصراحة، وعلى الإثراء العلمي يقدم النهارده باذن الله رب العالمين، وعلى السعي المستمر من لجنه الفكر القانوني في ان هي تقدم دائما موضوعات جديده ومتعلقه بتطورات القانون بصوره مستمره بما يفيد شباب المحامين. انا قبل ما ابدا طبعا ارحب بمعالي الدكتوره الزميله المحترمه الدكتوره غاده، ده شرف يعني انها تجالسني على المنصه. حقيقة كان من زمان قوي، من ساعة انضمامي حتى كمحامي في نقابة المحامين، ما كناش بنشوف اهتمام بيحصل بندوات أو مؤتمرات علمية زي ما بيحصل الفترة دي. يمكن كان الجانب العلمي أو الجانب الأكاديمي بعيد شوي، لأن بعض اللي استخدموا مصطلح إن النظري حاجة والعملي حاجة، وان احنا نعمل على ما يهم المحامي ولا يهمنا الجانب القانوني. فده للأسف اهمل جانب كبير جدا من الدراسات القانونية اللي كان يحتاجها السادة الزملاء. طبعا يعني انا في النهاية انا بكلم زملاء، ما بنكلمش طلبة، لان الطلبة لما بوجهه بما هو ضروري للتعلم، لكن الأستاذ المحامي بيوجه بما هو ضروري أن يتعلمه والمفروض عليه أن يتعلمه في كل شيء. يعني مش مطلوب منه أنه يبقى عنده معلومة في كل شيء، لا، هو المفروض أنه يبقى عنده معلومات في كل شيء، يعني كل شيء في كل شيء. من ضمنهم موضوع مهمل على مدار سنين طويلة جدا زي موضوع الملكية الفكرية. أنا ما بحبش أتكلم أكتر ما بسمع، يعني أنا بحب أسمع. فإذا كان في عند حضراتكم حد يقدر يقول لي إيه مفهوم عن الملكية الفكرية، خلينا يكون حوار بيننا وبين بعض، إيه المفهوم عن الملكية الفكرية بصفة عامة؟ ده أنا بتكلم في قانون موجود من سنة 2002. مين من حضراتكم يقدر يقول لنا إيه خصائص أو مفهوم صدور قانون زي قانون الملكية الفكرية؟ اتفضل. تمام، ممتاز. مين يقدر يقول لنا شيء تاني؟ طب ايه تقسيمات قانون الملكية الفكرية؟ اتفضلي، انت بتفعلي الخير. اتفضلي. ممتاز. ممتاز ممتاز، شرفنا بحضرتك. هو الحقيقة حضراتكم وقفتوا على نقطة مهمة جدا، هي ان الملكية الفكرية بتحمي الفكر، ولكن اللي ممكن مش واضح لكتير من الناس ان الملكية الفكرية لا تحمي الفكرة المجردة. يعني لازم الفكرة دي تكون موجودة ماديا وقابلة للتطبيق ومتاح استغلالها تجاريا. تلات عناصر إن ما توفروش في الفكرة لا يقبل حمايتها بالنسبة للملكية الفكرية، وده أهم ما يعرف عن الملكية الفكرية. علشان كده احنا النهاردة في المحاضرة ربطنا الملكية الفكرية بالذكاء الاصطناعي. ما احنا أنا ليه أصلا جاي أتكلم عن الملكية الفكرية والذكاء الاصطناعي؟ لأن سبب ظهور التطور التكنولوجي وسبب مخرجات الديجيتال ترانسفورميشن او التحول الرقمي، فظهور التطور التكنولوجي نتاج لمخرجات كانت موجودة في المجتمع قبل كده. يعني مثلا حضرتك تعرف الكتاب، انا افهم ان الكتاب صورته ورقية، دلوقتي اصبح الكتاب صورة PDF. كان زمان لما كنا نتكلم على مشكلات مثلا حماية حق المؤلف،
كان بالكتير قوي نقول تداول المصنف الإلكتروني على شبكة الإنترنت، هل ده متاح ولا مش متاح؟ هل ده مسموح ولا مش مسموح؟ هل المؤلف لما يبيع كتابه على شبكة الإنترنت تنازل عن حقه من حقوق التأليف ولا تنازل عن حق من حقوق النشر؟ هل التداول ده تداول مشروع أم غير مشروع؟ ده كلام يعني يمكن أنا عارف إن البعض ما عندوش معلومات عنه، بس أنا عايز أقول لحضراتكم إن ده كلام كان بيبحث من 30-40 سنة. دلوقتي أنا عندي بقى أخطر من كده، أنا عندي إمكانية تعديل الكتاب نفسه، أنا عندي إمكانية إخراج كتاب مشابه لنفس الكتاب بصورة جديدة منصوب لمؤلف جديد. ده التطور التكنولوجي. لما بتكلم على فكرة الذكاء الاصطناعي، بعض الكتاب لما شرحوا الذكاء الاصطناعي شرحوه إنه موجود من سنة 55. لما أجي أسأل هو كان في سنة 55 ذكاء اصطناعي إزاي؟ ده ما كانش فيه لابتوب، ما كانش فيه انترنت، لا كان موجود ولكن كان مقتصر في استخدامه على بعض المؤسسات او بعض الجهات. فكرة استغلال المعلومات هو في الاساس سبب ظهور الانترنت، ان انا ازاي اضع مجموعة كبيرة جدا من الداتا بيزكس او قواعد البيانات على ملف بسيط جدا يكون سوفت، بحيث انه ينظمه ويسهل علي عملية البحث عن اي جزئية جوه الملف. دي الفكرة. لما بدأت الفكرة تتطور بدأت تظهر برامج المعلومات. برامج المعلومات دي من ضمنها برامج السوفت وير، من ضمنها برامج المايكروسوفت اللي بدأت تشتغل بعد كده. انا يمكن كان معايا فيديو كان هو منتشر على الفيسبوك، يعني لو يمكن بعض حضراتكم بس مفيش داتا للأسف عشان اعرضه. الفيديو ده كان اعلان لأول ما شركة مايكروسوفت اخترعت برنامج الاكسل. حضراتكم تسمعوا عن برنامج الاكسل مظبوط؟ فهو اتنين موظفين طالعين برج التجارة العالمي، طبعا البرج 100 واكتر من 100 دور، فهم طالعين في الادوار، فبيوصل في الدور 30-20، فبيواحد بيقول لزميله بيقول له انا ملحقتش الخص الشغل اللي مطلوب مني. قال له انت ازاي ملحقتش تلخص الشغل المطلوب منك كمحاسبي في جدول من غير برنامج الاكسل؟ قال له البرنامج ده هيفيدني ازاي؟ ففتح له اول لابتوب، بقى الكلام ده كان في الثمانينات، لابتوب كده قديم وكان الماوس بتاعه حاجه كده لوحدها مستقله عباره عن كوره كده لوحدها. ففتح له البرنامج عمل له الشيت كامل في 3 دقائق، مسافه ما يطلع من الدور 30-35 خلص حاجه. قال له اصل انا عايز ارتبها بشكل علامات معينه، فداس على مخرجات معينة من البرنامج رتبها له. قال له طب انا عاوز اعيد الترتيب في صورة جدولين متقابلين. قام اخد منها كوبي وبدأ يطلب من البرنامج نفسه هو عاوز ايه. ده احد مخرجات الذكاء الاصطناعي. يمكن لما حضرتك بتبحث عن حاجة على الانترنت انت اكتر مشكلة بتواجهك هي ايه؟ انا عاوز ابحث عن كذا بس انا مش عارف افهمها لك، صح؟ ده مش احيانا بيحصل مع حضراتكم لما تيجي تبقى انت عاوز تكتب معلومة على جوجل، انا عاوز اعرف نص القانون اللي اتكلم عن الموضوع كذا بس انا مش عارف اشرحها له، فهو تلاقي جوجل يطلع لك كل النتائج اللي عنده بصورة عشوائية. ودور انت بقى، طب ما هي طب ما انا ممكن ادور في كتاب، امال ايه الفرق؟ ايه الميزة اللي انت عملتها لي؟ لا انا عندي بقى برنامج يقدر يطلع لي مخرجاتك اللي انت عايزها دي بصورة اكتر تنظيما وبعملية اسهل ان انا اشرح له انا عاوز ايه. وده اللي بيسمى ذكاء اصطناعي. الذكاء الاصطناعي يختلف عن فكرة الروبوت، لان كتير بيخلط ما بين مفهوم الروبوتات ومفهوم برنامج الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي ده مش آلة، ده برنامج. احكي لحضرتك قصة بسيطة. ظهور اول برامج مفتوحة المصدر،
ده شركة اسمها شركة اوبن اي اي. الشركة دي من البداية خالص من بداية التسعينات كانت اخترعت او اسست حاجة اسمها برنامج مفتوح المصدر. يعني ايه البرامج بطبيعتها لما الشركات بتصدرها زي شركة ابل زي شركة مايكروسوفت بتنتج برنامج يشتغل على الآلة دي. يعني لما حضرتك بتشتري موبايل ايفون بتشتري ليه سوفت وير فبتنزل مع البرنامج السوفت وير نفسه مع الموبايل. لو خدت السوفت وير ده لوحده تشغله على موبايل تاني مش هيشتغل. ودي المعلومة اللي قالها ستيف جوبز من زمان، قال لهم انا اتحدى بيل جيتس انه ياخد برنامج ايفون ويشغله على ال 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 التابلت اللي كان ساعتها اول ما اظهره بيل جيتس الايه فاول ما اظهره قالوا انا مش هتعرف تشغله، مش هتعرف تستغل، علشان يخلي حق الاستغلال ليه هو لوحده. لما جه بقى بعض المهندسين قال طب ما احنا نعمل برنامج كامل ينظم عمليه السوفت وير بحيث ما احتاجش لشركه واحده منتجه. البرنامج ده من 2015 بقى ليه صيت كبير جدا، اللي اشتريته جوجل. واول ما نزل في صوره ايه؟ مين يقدر بقى يقول لي ايه؟ لا مش ريسيرش، ها ده سهله جدا على فكره. لا مش شات جي بي تي، لا الايه الاندرويد. برافو عليك. وده فعلا اول ما نزل في فكره الموبايل اندرويد. طب قول لنا بقى، كمل لنا بقى انت، ها كمل لنا بقى ايه بقى استخدامات الاندرويد في الموبايل في التابلت. هو فكره الاندرويد باختصار ان الشركه المالكه للبرنامج بتدي حق استغلال المفتاح، حق الشفره المصدريه للبرنامج نفسه لأحد الشركات اللي بتصدر موبايل أو تابلت أو غيره زي صني زي سامسونج زي غيرها من الشركات، إنها تستغل البرنامج ده على المنتج بتاعها زي شركة هواوي أو غيره. تمام؟ طيب هي الشركة دي بتمتلك حق ملكية فكرية؟ هي بتمتلك حق ملكية فكرية كامل على البرنامج نفسه. طب استخدام البرنامج ده حق ملكية فكرية لوحده. طب استغلال البرنامج باسلوب عرض، ان حضرتك لما تيجي تفتح برنامج السوفت وير هواوي مثلا تفتحه بطريقة معينة، لينوفو تفتحه بسلايدز للشمال، ده اسلوب العرض الداتا شو. اسلوب العرض ده لوحده براءة اختراع. يعني اسلوب العرض لوحده براءة اختراع. استغلال البرنامج براءة اختراع. حصلت قبل كده، يمكن كان سنة 2018 كانت اول مشكلة بين شركة هواوي وشركة جوجل، قالت لها انا هوقف لك خط انتاج كامل. ازاي؟ انها تقفل الشفرة المصدرية للبرنامج، انا مش هديكي حق استغلال. طب تقولي ازاي هي تقدر تعمل كده؟ ها كان في اجابات هنا، انا عايز الاجابات كده. هيتفضل قول. ان حق الشفره ده في عباره ممكن عن كود بيطرحه للشركه اللي هي بتنتج المنتج دوت، وبناء عليها بتكتب الباسورد، فبيبقى لها الامكانيه اللي هي تعمل الكلام دوت على المنتج بتاعها. انا لو مش كاتب الباسورد من وجهه نظري مثلا تقدر تستغله. يعني قربت شويه. الاوبن سورس، ما هو البرنامج اوبن سورس، صح؟ ده مظبوط. اتفضل. ما هو بلا شك هي ازاي تمنع حق الاستغلال. طيب من ضمن بقى هنا السكيورتي سكيور الامن نفسه، ان الشركه دايما بتفرض على الشركات المستغله للبرنامج تحديث ابديتس. فكل برنامج حضرتك بتنزله لازم له تحديث، ده لازم يجي من المالك الاصلي اولا علشان يبعد عنك الهجوم السبراني او الهجوم الفيروسي، ده اولا. ثانيا يضمن استغلال الـ النسخه الاصليه للبرنامج.
ثالثا يحفظ حقه في الاستغلال التجاري. يعني دراستك للجانب التقني مهمة جدا لفهمك لتطبيق القانون. يعني إن ما استوعبتش الشركة دي دورها ايه بالظبط في النقطة دي، يعني مش مجرد ان شركة تروح تقدم طلب براءة اختراع لهيئة تكنولوجيا المعلومات عشان تاخد حق اختراع على تطبيق، لا ده المسألة اكبر من كده بكتير. يعني هيئة حتى صناعة تكنولوجيا المعلومات احيانا لما بعض الشركات بتيجي تطلب منها براءة اختراع بتقول لها هو البرنامج ده مخرجه جاي منين؟ جاي من عندك؟ جاي من شركة تانية؟ طيب انت عملته لمصلحة مين؟ يعني خلينا نضرب مثال كده نشوف بيه. انا النهاردة عاوز اعمل برنامج، شفت اعلان على الفيسبوك لاحد الشركات بيقول يا جماعة انا شركة سوفت وير او شركة ديجيتال ماركتينج مثلا، واللي عاوز يعمل برنامج انا بعمله. رحت عملت تعاقد مع الشركة والشركة دي بالفعل عملت لي البرنامج. لما يتم تسجيل حقوق هذا البرنامج هتنسب لمين؟ للشركة اللي عملت ولا الشخص اللي اتعمل لصالحه البرنامج؟ للشركة، الشركة اللي اخترعت البرنامج لان هي اللي اخترعته. طيب هي الشركة دي ما ينفعش تتنازل على اساس انها عاملة لمصلحة الغير؟ ينفع. ولا ممكن الحماية تكون مشتركة، ان انا هاخد حق براءة الاختراع بس على البرنامج كمفهوم الشركة، وهو ياخد حق مؤلف باعتباره صاحب البرنامج. يبقى انا اشتركت في نوعين من الملكية الفكرية مش نوع واحد. ودي على فكرة قضايا كتيرة جدا، النقطة دي بتحصل بيها قضايا كتيرة جدا، لسبب ان بعض الشركات لما بتيجي بتحط شرط المسؤولية بتحدد فقط ان المسؤولية في حدود ان المالك هو اللي يتصرف في البرنامج، مع العلم ان الشركة تقول له لا ما انت اديتني حق استغلال، يقول لها بس انا ما منعتكيش انك انت تطرحي البرنامج بس لازم تطرحي لي حسابي. تقول له انا طرحته لحسابك وطرحت براءة اختراعي لحسابي، فلما باعت البرنامج تشاركت معاه في حقوق الملكية الفكرية. دي يعني مسألة بس عشان ايه ما نخرجش برا الموضوع، بس انا يعني حبيت ادخلها كجانب عملي لان ممكن بعد كده تصادفوها. نفس المشكلة دي بدأت تظهر لي لما بدأ يحصل تطور ملحوظ في استخدام البرامج مفتوحة المصدر او برامج الاندرويد. النهاردة عند حضرتك موبايل، الموبايل ده بيقدر يحدد اللوكيشن بتاعك، بيعرف بياناتك، الموبايل ده بيطلع على هواياتك. كم مرة حضرتك كنت بتتكلم في موضوع وانت فاتح الفيسبوك ظهر قدامك؟ كتير صح؟ نرجع للاصل بقى من زمان تاني. الاصل العادي ان لما حضرتك تخش على جوجل تدور على حاجة كانت بتبدأ تظهر لك في البرامج العادية اللي انت بعد كده بترجع تستخدمها بمفهوم حاجة اسمها الكوكيز او المفضلات. بعد كده ادوا احقية للمستخدم من ضمن حقوق المستخدم انه يوقف العملية دي. طب انا لما وقفتها اما الكمية البرامج اللي بتبيع حاجات امازون وطلبات واشتري وبيع واوليكس هيشتغلوا ازاي لما انت قفلتلي الكوكيز؟ انا هشتغل ازاي؟ هقعد اعمل لك اعلانات ممولة؟ لا، بيعمل حاجة تانية. البرنامج نفسه عن طريق ايه مش سامع
لا انتهاك الخصوصيه دي حاجه تانية. لا هو البرامج كانت مشكله برنامج تيك توك ان هو بيدي ان هو بيدي تصريح انه يفتح المايك او كده. لا 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 هي ما بتجيش كده، هي بتيجي عن طريق حاجه تانية خالص. دايما الموبايل اللي معاك ده هو اعرف ان هو عباره عن انسان الي في جيبك. يعني لما حضرتك بتدخل تدور على حاجة هو بيعرف. لو بتدور على حاجة جوه الموبايل، طب ولو انا بدور على حاجة برا الموبايل بيعرف برضو. ايه؟ عن طريق اكاونت جوجل. عن طريق اكاونت جوجل صح. الدكتورة بقى حابب تأثر عليك. دي حقيقة، عن طريق فعلا اكاونت جوجل، وعن طريق انه يحدد لك المكان، يعرف المكان اللي انت كنت فيه والسبب. ودي معلومة خطيرة جدا، انه الشير لوكيشن اللي احنا بقى فرحانين بيه، انا في كل مكان افتح شير لوكيشن او افتح دايما علامة اللوكيشن اللي ظهر على الموبايل، انه النهاردة عرف ان حضرتك موجود في مول العرب في 6 اكتوبر كنت في كارفور، فخلاص يبقى هو عارف ان انت في المكان ده. هو منه لنفسه عرف، لان هو قدر يعرف عنوانك، قادر يعرف عدد الساعات اللي انت مشيت بيها بالعربية، المسافة بينها وبين بيتك، بتفتح الجي بي اس عشان تروح. كل دي مقاييس محاسبية هي نازلة في البرنامج نفسه، مقاييس محاسبية خوارزمية. دي بقى ليها تفاصيل كثيرة جدا، عن طريقها بيبدأ يعرف حضرتك كنت موجود فين، لدرجة انه بيعرف انت بتشتغل ايه. يعني ما اعتقدش مثلا ان حد من حضراتكم كمحامي عمره مثلا طلع له اعلان خاص بكتب طبية مثلا، اكيد ده مش هيحصل صح، لان مش مطروحة، حضرتك مش موجودة. هو بالفعل بيشوفك موجود في مكان فيه الحاجة دي، ومش بس كده، هو بيدخل منه لنفسه يدور المكان ده بتاع ايه. يعني انا كنت النهاردة موجود في وسط البلد في محل مثلا جولدن مان هاوس، هو هيخش يدور المحل ده ايه، لان هو المحل الظاهر عنده على اللوكيشن. وبعد كده بيجيب بياناته، بعد كده يخش يبحث عليه في جوجل ويعرف ده بتاع ايه، ويقارن خطواتك اللي انت مشيتها في انك دخلت 3 أو 4 محلات في نفس الغرض، فبيبقى عارف انت عاوز ايه. اتفضل. في هنا فهمت ممكن يبقى في تعارض مع القانون بتاع حمايه البيانات الشخصيه؟ هو بالفعل في تعارض، بس هو هنا هي فهمت طبعا هو بالفعل في تعارض، بس يعني هو حمايه البيانات الشخصيه مش هتتحدد بيها جريمة الا لو طلعت للغير، لكن طول ما هي ليك انت مفيش جريمة. وبعدين هو اللي بيدي الاذن، هو اللي بيدي الاذن انت اللي بتفتح البرنامج، انت اللي مشغل الجي بي اس وبتعرف حضرتك بتشغل. سوري يا دكتور. لا 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 ازاي يا دكتوره، ده شرف والله. حضرتك بتشغل الجي بي اس ماشي، وانت اللي بتقول للبرنامج انت رايح فين وجاي منين. دي اول حاجه. حاجه تانية، عشان هو يعرف انتهاك الخصوصيه بتاعتك بالموبايل قبل ما بيتصل بجهات الاتصال بتاعتك، بيقول لك ايه، تسمح لي ان انا ادخل على جهات الاتصال بتاعتك، انت بتدي له اذن. تسمح لي ان انا ادخل على الجاليري بتاعك، انت بتدي له اذن. فكل الاذونات اللي انت بتديها دي لو جيت قلت هو بينتهي خصوصياتك، هقول لك والله انت اديتني الاذن، انت اللي اديتني الابروفال ده صح. فدي اول حاجه. الحاجه الثانيه، هو بيعمل كده ليه؟ شركات الدعايه والاعلان عايزه تشوف اهتمامات الناس ايه، عشان تعرف ايه اهتمامات الناس. شركات الدعاية والإعلان عايزة تعرف اهتمامات الناس ايه، فأنا بشوف الناس مثلا بتهتم بنوع معين من العربيات، بتهتم ليه بالعربية دي؟ عشان فيها options معين. فبيحصل ايه؟ ان هما بيوفروا العربيات دي بنفس options اللي انت عايزها بس بتمن اقل، عشان تقدر العربيات ايه تتباع. فهما بيستخدموا المعلومات بتاعتك في الدعاية وفي التسويق من غير ما يقولوا فلان بيحب كذا وفلان ما بيحبش كذا. لو استخدمتها بدون موافقتك، بس هي فين عدم موافقتك؟ لا هي بتستخدمها بدون موافقتك. انا عايز اقول لك هي بتستخدمها بدون موافقتك. لا انا فاهمه، بس هي بتستخدمها بدون موافقتك في حاله ايه؟ لو هي قالت الاستاذ المحامي فلان الفلاني اهتماماته كذا كذا كذا. كل الناس
هي استخدامها لاغراض الدعايه والاعلان بس من غير ما تقول استخدامها للدعايه والاعلان بدون 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 ما تسير اسم حضرتك. فين الجريمه بقى دلوقتي؟ هي ما جابتش اسم حضرتك. احنا بنقول في 10 من الناس اهتموا بالموبايل النوع الفلاني. فين بقى الضرر اللي عليه؟ مفيش ضرر، بالعكس ده هي ساعدتك على اذا كان في انا معاكي. ممكن انت ما تستخدميش البرنامج، ما انت قدامك اختيارين، عايز تستخدمي البرنامج او ما تستخدمهوش. خلاص يبقى ما تستخدميش البرنامج طالما البرنامج طالما حضرتك البرنامج مهم ليكي تقبلي ان هما يستخدموا بيانات بيانات الجهاز بتاعك. برنامج مش مهم ما تستخدمهوش. يعني انا بالنسبه لي قبل ما يعني انا عندي مثلا جهاز الكمبيوتر اللابتوب بتاعي اللي بحط عليه ابحاثي دوت ما بدخلهوش على النت اصلا خالص. لو انا عايزه ادور على ابحاث ادور على اي حاجه بدور بجهاز كمبيوتر تاني خالص. جهاز الكمبيوتر بتاعي الشخصي عندي في البيت ما بوصلهوش بالنت لان طالما الجهاز خرج للنت خلاص خرج للعالم بقى مفتوح قدام الناس كلها. فجهاز دوت ولا منزل عليه جوجل ولا منزل عليه اي حاجه، هو حتى ما فيهوش غير مايكروسوفت ايدج وايدج كمان مش مشغله مش مفعله ولا موصله باي شبكه نت. ليه؟ ده عليه ابحاثي وعليه انتاجي العلمي ما حدش يجي جنبه. ماشي انا دلوقتي عايزه ابحث عن اي حاجه، معايا موبايلي معايا جهاز كمبيوتر تاني ببحث بيه، بدي بقى برميشن زي ما انا عايزه لكل زونات زي ما انا عايزه. تمام كده؟ فانت حاجه خايفه عليها حطيها لوحدها، مش خايفه عليها خلاص. ده هي الانتهاك في ايه؟ انا عايزه في الانتهاك. لا هي انتهاك الخصوصيه لو انا قلت ان فلان فلاني بيدور على الحاجه الفلانيه، لكن انا ما بقولش كده، الشركه ما بتقولش كده. تمام. ده بيحصل امتى بقى؟ لما حضرتك بتخش على الفيسبوك وبعدين تقوم تقول انا معجب بالحاجه ديت او تعمل اتصال بالشركه ديت دون علم او يعني من غير ما تاخد بالك بتدوس اتصال. فعشان كده هما بيرجعوا يتصلوا بيك ويقول لك انت مهتم بالسوق العقاري وهنجيب لك شقه ب 2 مليون والكلام ده. التعامل مع الشركه بغرض الشركه. الجهه المموله لا تعنيني كشخص. الجهه المموله لا تعنيني كشخص. في النهايه انا تعاملي مع اي شركه تجاريه فيما يتعلق بيني وبينها كضرر دي لها لجان تفتيش. يعني هما الشركات اللي حضرتك بتتكلم عليها دي جميعها خضعت لتفتيشات من الكونجرس الامريكي وخضعت لتحقيقات، وبعض الناس شافت على الفيسبوك مارك زوريخبرج لما قعد في جلسات استماع للكونجرس وكانوا بيناقشوه وبعضهم احرجوه وقال له هو لو حضرتك جيت لنا النهارده واشنطن نازل في الفندق، قال له قال لي تقدر تقول لي غرفه كام والدور كام، قال له بتسال ليه؟ قال له امال حضرتك ليه بتنتهك خصوصيه الناس؟ يعني على اساس انه يحرج. ولكن الحدود، ولكن الحدود اللي احنا بنتكلم فيها هنا مش حدود شخصيه. يعني في فرق بين البيانات الشخصيه زي ما معالي الاستاذه الدكتوره قالت، فكره البيان الشخصي ان انا بقول ان الاستاذ احمد محمد محمود الساكن في الحته الفلانيه يهتم بكذا كذا كذا، هنا دي نقطه. ولكن ان انا اهتم بغرض المستخدم في العموم علشان اساهم في عمليه التسويق التجاري، ده نوع من الانواع الاقتصاديه، دي حاجه تانية. يعني ده هنا خارج المساله خالص. ليه بقى؟ لان دلوقتي اي شركه علشان تقوم بعمليه تسويق لمنتجاتها بتعمل ايه؟ بتدرس السوق، وبعد كده بتخلق لنفسها علامه تجاريه، وعن طريق العلامه دي بتبدأ تسوق لمنتجاتها. وعلشان تعرف تسوق المنتجات زي ما معالي الأستاذة الدكتورة قالت إنها تدرس السوق، من أولويات دراسة السوق هو معرفة استخدامات المواطن أو رغبات المستهلك والحاجات اللي هو عاوزها. ويمكن بقى من ضمن الحاجات اللي بقت فعلا النهاردة بتسبب إشكالية قانونية هو استخدام العلامة التجارية على منصات الذكاء الاصطناعي. يعني بقت حضرتك فرد مش شركة منتجة. انا بقى هعكس لحضرتك المفهوم الجنائي اللي حضرتك قلته، ان حضرتك فرد جعت عند حضرتك معاك ساعة فمحتاج فلوس فقلت تبيعها، قمت عرضتها على ابليكيشن ايا كان، ابليكيشن امازون طلبات ولا اوليكس ولا ايا كان ابليكيشن،
وتم عرض الساعة دي او علي بابا اللي بيظهر لنا ده كتير قوي، تم العرض للابليكيشن، حضرتك خضعت لجريمة. ليه بقى؟ جريمة بيع واستغلال منتج يحمل علامة تجارية محمية دون اذن صاحب العلامة. شفت خطورة الموضوع ده؟ يعني انا حتى كان بحثي الاخير شاركت بيه في مؤتمر حقوق طنطا عن حماية العلامات التجارية المستخدمة عبر أنظمة الذكاء الاصطناعي. لما احنا انتهينا في كلامنا لحد فكرة ان الموبايل اصبح الاداة التي بتستخدم في صورة برنامج الذكاء الاصطناعي لمعرفة احتياجاتك. طيب ايه بقى دور الآلة في تحويلك ليها ان حضرتك اللي تروح لها علشان تعرفها استخداماتك او احتياجاتك؟ دور الآلة في ان هي بدأت تخترع لحضرتك برامج تساعد اكتر او تسهل اكتر في عملية الاستخدام، انه بدأ يطور من مفهوم البرنامج، مش بس برنامج عادي اخش وليكن مثلا زي جوجل فاخش على جوجل ترانسليشن علشان جوجل ترانسليشن يترجم لي قطعة، لا ده انا بقى عندي برنامج جديد خالص اكتب له الحاجة انا بالعربي وهو يترجمها ويرتبها وينسقها ويقول لي النقص فيها ايه علشان يخلق لي مقالة علمية كاملة. ده ظهر في اكتر من برنامج زي استاذنا الفاضل اللي قال الشات جي بي تي، او في برنامج اخترعته جوجل كان اسمه براد، في برامج تانية خاصة ببرامج الذكاء الاصطناعي برضو بدأت تظهر عملية استحداث واستخراج الصوت. انا النهاردة كنت بحمي في القانون المنتج والناشر والمؤلف والملحن، انا النهاردة ما عنديش وظيفة اسمها وظيفة موزع أنغام أو نغمات. دي معلومة ممكن بعض الناس يكونوا مستغربين منها. دور مثلا الموزع الموسيقي دي وظيفة مهمة، إنه هو يقول الآلات دي تبدأ الأول، الآلات دي تبدأ في الآخر، الآلات الوترية في الأول، الطبول والحاجات دي مش عارف اسمها إيه تبدأ في الآخر. أنا بقى عندي برنامج أقدر أحط عليه اللحن وينسخولي ويطلع لي النوتة الموسيقية. هنا بدأت أستخدم أسلوب جديد من مخرجات الذكاء الاصطناعي، فده أحدث لي مشكلة قانونية جديدة. هو حق الحماية هيكون موجود لصاحب الشغل ولا للبرنامج اللي طلعه؟ ده سؤال وحيختلف فيه الأمر، لأن بعض الاتجاهات قالت انا عاوز اعمل قانون يقول ان فيه اعتراف بمفهوم الذكاء الاصطناعي، وده اللي طالب بيه ايلون ماسك من البداية، قال لازم يظهر قانون لان انا شايف ان الآلة هتبدأ تتحكم بالبني آدم. يمكن مارك زوكربيرغ طلع يتريق عليه، قال له انا ما اعتقدش ان الموضوع هيكبر قوي بالصورة دي، ولكن إيلون ماسك كان عنده يمكن نظرة بعيدة شوية عن المسألة دي. لك على سبيل المثال مواطن أمريكي بيتصل بإحدى محلات البرجر، فهو اسمه بيج برجر، فبيتصل ألو بيج برجر، ردوا عليه قالوا له ألو جوجل برجر، فقال له أنا بتصل ببيج برجر، قالوا له أنا احنا عارفين أنت بتصل ببيج برجر، بس المحل ده اتباع وبقى ملك لشركة جوجل. قال له يعني بتشتغلوا في نفس المجال؟ قال له اه اتفضل. فقال له طيب انا عاوز اعمل اوردر. فقال له تحب تطلب اوردر جديد ولا نفس الاوردر السابق؟ فقال له هو ايه الاوردر السابق بتاعي؟ قال له الاوردر السابق بتاعك كان بيج برجر كبير وكان ريتشي ومعاه بطاطس مقلية بطريقة معينة وطلبته يوم كذا في تاريخ كذا الساعة كذا، والساعة دي كانت متأخرة من الليل. فقال له دي حقيقة بس أنا عاوز أعدل البرجر الطلب ده نفسه
بان انا هطلب طلب تاني. قالوا له هو الفترة الزمنية اللي حضرتك بعدها اكلت الـ 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 البرجر ده عملت تشيك اب؟ ايه خدمة العملاء اللي بيقول لي يعني انت مالك يعني ده حاجة غريبة جدا. فقال له وانت بتسأل ليه؟ قال له لان كان اخر 3 شهور السكر عندك كان عالي. وانت عرفت منين ان السكر عنده عالي؟ قال له من اخر فحص تم تدوينه على قاعدة بيانات المقاطعة من الوحدة الصحية اللي تابع حضرتك ليها. فقال له أيوة بس أنا ما يعني أنا ما عنديش مشكلة يعني أنا ما باخدلوش علاج. قال له غريبة. فقال له إيه الغريب إن أنا ما باخدلوش علاج؟ قال له حضرتك يوم كذا وده كان بعد الطلب بعشر أيام اتصلت في صيدلية كذا طلبت منهم دواء خاص بنفس الحالة دي. فانت بالتالي انت بتاخد الدواء ده ليك. قال له ايوه انا فعلا طلبت الدواء ده ولكن انا ما باخدوش ليه. قال له واضح ان انت ما بتاخدش الدواء بانتظام. فقال له يعني احس ان هو يعني يعني انت واضح ان انت ما بتاخدش الدواء بانتظام. فقال له يعني انا ما بعانيش بالفعل ولكن يمكن لما بحس بتعب ببدا اطلب الدواء واخده لان انا يعني ما عنديش مرض يعني مزمن او حاجه ملحه ان انا اخد الدواء باستمرار. قال ولكن انا ملاحظ ان اكلاتك بطبيعتها بتيجي في اوقات غير منتظمه. قال يعني ايه اوقات غير منتظمه؟ قال يعني انت ممكن ما بتاكلش بطريقه صحيه، ما بتفطرش في ميعاد مناسب، ما خرجتش من البيت بقالك كتير. ايه اللي ما خرجتش من البيت بقالك كتير وانت قاعد جنبي؟ انت جبت المعلومه دي منين؟ يعني جبت ال ايه يا فندم كده تمام جبت المعلومه دي منين؟ قال له حضرتك بطاقتك منتهيه من 3 اسابيع وما جددتهاش، الاي دي شخصي. فقال له طب بص عامه الغي الاوردر، انا خلاص مش عايز الاوردر، الغي الاوردر. قال له انا سعيد بالمكالمه دي واحب افكر حضرتك ان كمان 3 شهور هتنتهي رخصه السياره، رجاء تكون على رجاء تكون على علم يعني بالمعلومه دي. فده مفهوم الان. ويعني انا عايز بس اضيف معلومه، اللي كان بيرد عليه ده مش بني ادم، ده كان الاب نفسه المخصص للاستجابه لخدمه العمر. فانا هنا بوضح لحضرتك احنا مش بنتعامل مع انسان آلي. فكره يوسف الشريف والانسان اللي شبه البني ادم ولا لا 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 لا، انا مش بتعامل مع انسان آلي، انا بتعامل مع اب، بتعامل مع تطبيق. التطبيق ده النهارده عنده كميه معلومات تفوق الخيال. زي بعض المهندسين، كان مهندس مصري دمه خفيف قوي كان بيعمل تحديثات على برنامج شات جي بي تي، فطلب منه ان الشات جي بي تي يألف له اغنية شعبية، والغريب ان البرنامج عمل وبالفعل طلعت اغنية شعبية. ده نتيجة ايه؟ ده نتيجة تزويد البرنامج المستخدم بمجموعة من المعلومات بما يمكنه من حاجة اسمها التعلم الآلي. احنا البني ادمين بنقول تعلم ذاتي، هم آلة فبنوصفهم تعلم الآلي، ان هو يقدر يعلم نفسه بنفسه. وليك مشكلة طالما القصص بتعجبكم، انا كان نفسي اشغل لكم فيديوهات بس الداتا شو مش سعفاني والله، فيعني القصص بتعجبكم ادي لك قصة جميلة جدا. كان احد برامج الذكاء الاصطناعي بدأ يطورها مارك زوكربيرج، واضح ان كان مقلب معمول له من ايلون ماسك، بس هو تدارك المقلب ده انه جاب برنامج علشان يطور فيه منظومة او آلية العمل الداخلي لشبكة فيسبوك. البرنامج ده عامل زي الفيروس، حط على الكمبيوتر سرح. فوجئ ان البرنامج عمل اتصال بمجموعة من البرامج اللي كانت موجودة غير مفعلة وفعلها، بدأ يخلق شبكة اتصال مباشرة بينه وبين البرامج بدون إذن المبرمج.
المبرمجين والمهندسين اكتشفوا معلومة خطيرة جدا، ان البرامج بدأت تتكلم مع بعضها. لما دخلوا عشان يحلوا الشفرة دي كان لك المفاجأة، ان هم قدروا يخترعوا لغة جديدة مش معلومة للمبرمجين بيتعاملوا بيها مع بعض. يعني زي ما تكون كده حضرتك قاعد وسط اتنين بيتكلموا مثلا صيني علشان حضرتك ما تعرفش صيني. يعني البرامج بتتكلم مع بعض علشان المبرمج ما يعرفش هما بيقولوا ايه. ما كانش في اي خيار على المبرمج غير انه يتدخل بصورة فورية ويوقف البرنامج. خسر الشركة في الحركة دي اكتر من 10 مليون دولار لانه وقف استخدام البرنامج. هل بقى مارك كان يعاقبه على كده؟ بالفعل ده شكر، بالعكس ده شكر، لانه كان ممكن البرنامج يسيطر على الشركة كلها. وده احيانا بيبقى نوع من السطو الالكتروني، ودي احد الوسائل المتطورة قوي لفكرة البرامج. زي كده ما معالي الأستاذة الدكتورة قالت معلومة خطيرة جدا، ان اللابتوب الشخصي ما بتوصلوش على الانترنت، وده حاجة مهمة جدا، لان كتير كلنا برامج السوفت وير بتاعتنا كلها سوفت ان اوريجينال. برامج السوفت وير كلها ان اوريجينال، اقول الشخصي اوريجينال، بس هيحتاج ابديت، هيحتاج ابديت، فما وصلوش بالنت. ان وصلته انا بقى، ان وصلته بالنت هيعمل ابديت غصب عني. لسه عاملها فيا وانا بشغله دلوقتي لان شغلت الماي فاي معايا، فلسه عاملها فيا حالا، انه على طول قال لي انا اعمل ابديت، بس انا قدرت اوقفه لان انا مخلي الابديت عندي في تحكم. لو كان كده ما كنتش شغلت الداتا شو النهارده. فده جزء بسيط من فكرة او مفهوم الذكاء الاصطناعي. طيب لما اجي بقى اربط ده بفكرة، لما اجي اربط ده فيما يتعلق بالملكية الفكرية. الملكية اتفضل بعد هما معلش اللجنة المنظمة قالت بعد، خلينا للاخر هندي ربع ساعة ده. طيب ممكن تكتبوا في ورقة، ممكن هستاذك تكتبوا في ورقة وانا والله هسمعه منه وهنجاوب عليه. معلش يعني انا بعتذر لك بشكل شخصي. انت نورتنا النهارده. فلما اربط المسألة دي بفكرة الملكية الفكرية، الملكية الفكرية لا تحمي أفكار. الفكرة المجردة اللي ملهاش تطبيق على أرض الواقع لا تحمي. لازم عشان تكون فكرة محمية تكون جديدة ومبتكرة. يعني جديدة يعني مش الحاجات التقليدية اللي معروفة للناس، مبتكرة تحمل شيء من الإبداع. يعني مثلا لما حضرتك تقول انا هطرح منتج جديد او صورة جديدة، ما ينفعش مثلا تيجي تقول انا عاوز اسجل علامة تجارية لمحل بطاطس بصورة بطاطساية، ما هو النشاط هو هو. لكن لو انت عاوز تعمل ان بطاطساية سايقة عربية يبقى ده ممكن تكون اعلان لمحل لمعرض عربيات، ده ممكن، ده ممكن تبقى علامة تجارية، ده ممكن تبقى فكرة. فلازم الفكرة نفسها تكون جديدة ومبتكرة وجايز تطبيقها على الأرض الواقع. بيشترط بقى لو بيظهر عندي اختراع، ودي بدأت تظهر في الوقت الحالي، ان بقت برامج الاوبن اي اي او برامج الذكاء الاصطناعي مفتوحة المصدر، الاي اي هو رمز للارتفيشال انتليجنس اختصار للكلمة، فالذكاء الاصطناعي. فبقى الاوبن AI اللي هو برنامج الذكاء الاصطناعي المتاح استخدامه ليا ولحضرتك مش للمبرمجين. ان انا مثلا
في حاجات كده كانت بتحصل من ناس اصدقائي مثلا بيعرفوا يعملوها، ان هم يركبوا فيديو انا ما بعرفش، يعملوا سايت انا ما بعرفش. دلوقتي بقى عندي برنامج اخش له اقول انا عايز اعمل سايت، يخش على جوجل ويقول لي اكتب الفيزا وطلع بياناتك وياخد التصريح ويعمل لي السايت ويديني الدومين نيم للسايت وينسبه ليا ويبعته لي. ده اصبح موجود، ورغم ان الدومين نيم ده علامة تجارية، لان دي مصيبة لو اخد اللي هو اليو ار ال اللي فوق متقسم لثلاث مقاطع اللي هو الهطب والشرط و www.كذا، لو جه مثلا اخد اللي في النص دي اللي هي الكذي اللي هي قبل دوت كوم، كوم واي جي، ودي دي اشارة للجهة المستخدمة، كوم نت اي جي مصر اي دي يو ايديوكيشن بتاع الحاجات دي، الدومين نيم بقى اللي في النص، الدومين نيم ده اللي في النص، واداة محرك الدومين دي هي اللي بتظبطه من البداية. هو انت عايز تخليها اتش بي مش عارف ايه، ولا هطب ايه تلات شرط، ولا ايه قبل الدبليو، ولا دوت حاجة قبل الدبليو، في ليها كذا رموز. لو تشابه الدومين ده مع بعض الدومينز الآخرين أنا دخلت في مسؤولية قانونية، مسؤولية بيني وبين شركات تستخدم نفس الاسم. كان على سبيل المثال شركة كانت يعني أو كان جورنال كان مشهور قوي في القصة دي، كان جريدة الدستور، وده دخل في نزاع شديد جدا إنه لما باع الجورنال فقال لهم لا أنا ما بعتش السايت، أما جم الشركة اشترت السايت، فبعد كده لما جم اشتروا السايت قام صاحب السايت عمل سايت جديد خلاها دستور مصر، قاموا رجعوا اشتروه منه، فقام خلاها نحن والدستور، فقاعد كل شوية. ففكرة الدومين لا أنا بشتريه كله بأسمائه بمواصفاته ببياناته بتغييراته، أنا بشتري الحق ده، والحق ده اديتهوني منظمة دولية عالمية متخصصة في المسألة دي، متخصصة في حماية المواقع الإلكترونية، تمام؟ والمنظمة دي برضو بتتبع في حقوق الملكية الفكرية الخاصة بيها للمنظمة الملكية الفكرية العالمية اللي هي الوايبو. آجي بعد كده إن أنا بكتشف إن حقوق الملكية الفكرية اللي أنا بستخرجها غير مسموح إن أنا أنسبها لنفسي. ليه؟ يقول لي حضرتك لما طلعت لي مصنف باستخدام مثلا البرنامج الذكاء الاصطناعي تشابه في مضمونه مع أحد المصنفات المحمية، هو هل المصنف اللي محمي كان أحد مدخلات البرنامج؟ إذا اكتشف إن أحد مدخلات البرنامج أو أحد وصف معلومات البرنامج مصنف محمي، فلما طلبت منه إنه يقلد لي رواية معينة فقلدها لي بنفس الصورة دي، هنا أصبحت تقليد. يبقى أنا هنا عندي نقطة فيصلية جدا، إن المخرج اللي بجيبه من برنامج الذكاء الاصطناعي نفسه ممكن يكون ناتج عن فكرة كانت موجودة. هو تقليد الفكرة مباح، ولكن لو حضرتك اللي بتعملها على أساس يضيف لك البصمة الشخصية، وده اللي بيوصفها القانون أو بتوصفها محكمة النقد الطابع الشخصي للمؤلف، ولكن انت هنا استخدمت برنامج يسهل عليك عملية تصميم علامة تجارية، يسهل عليك عملية إخراج مصنف. فجت بقى بعض المحاكم زي مثلا في الولايات المتحدة الأمريكية رفضت إعطاء حق مؤلف على رسمة غلاف كتاب لمؤلفه. ليه؟ لأنها استخدمت برنامج الذكاء الاصطناعي في تصميم الكتاب، وهو استخدام الذكاء الاصطناعي في تصميم غلاف الكتاب ممنوع؟ قال له لا هو مش ممنوع، بس هو مش منسوب اليك. قال له امال انا هحمي الغلاف الكتاب ازاي؟ قال له
انا هديك حق براءة او حق تأليف على تجميع الصور. مش لسه كنا بنتكلم في حماية حق الداتا شو اسلوب العرض؟ فانا هديك حق تجميع الصور. ما هو الرسومات بتخضع لحق المؤلف زيها زي الكتب بالظبط، والفنون التشكيلية بتخضع لحق المؤلف، والبرامج الحاسوب بتخضع لحق المؤلف، ما بتخضعش البراءات الاختراع. البراءة الاختراع ده حاجة تانية، ان بتشترط فيها ان الاختراع ده يكون قابل للاستغلال التجاري، وانا هنا مش هستغله تجاريا، انا بخلق برنامج هستخدمه استخدام شخصي، وبالتالي انا هحميه لنفسي عشان ما حدش يسرقه مني. فلما اتجهت المحكمة الفيدرالية في امريكا على هذا النحو اظهرت لي مبدأ قانوني مهم جدا، انا لا يمكن احمي اي مخرج من مخرجات الذكاء الاصطناعي لانه لن ينسب للشخص طالب فكرة الاخراج، هو منسوب لمين؟ للبرنامج نفسه. صح يا دكتورة؟ هو منسوب للبرنامج نفسه، البرنامج اللي عمله مش الشخص، البرنامج اللي عمله. انت طلبت وهو عرض لك شكل اتنين تلاتة، دخلت اخترت الشكل اللي يعجبك، يبقى مش حضرتك اللي عملته، مفيش مجهود شخصي بالظبط. زائد ان انا اكتشفت ان البرنامج استقل عملية من مصنف محو، يعني حتى لو هتجاوز عن فكرة التقليد انا مش هديك اكتر من حماية مقررة لاسلوب العرض على اساس ان هو ده الجديد فقط. اجي بقى بعد كده، هو انا لما هستخدم البرنامج ده ولو خرجت منه علامة تجارية هتنسب العلامة التجارية للبرنامج؟ لا، لان البرنامج نفسه لا يحمل علامة تجارية، هو البرنامج بيحمل علامة الشركة المصنعة للبرنامج، ولكن لن يحمل العلامة التجارية الصادرة عنه في المخرج اللي حضرتك طلبته منه. ويدخلني بقى في مشكلة تانية، هو البرنامج اصلا له شخصية قانونية؟ قطعا البرنامج ملوش شخصية قانونية، ودي مسألة اختلفوا بقى فيها كتير. انا مش عايز اخد الوقت عشان اساتذتي عايزين يتكلموا، انا اسف ان انا طولت، بس انا يعني لا لا احنا قاعدين طبعا ده شرف، لكن لا لا العفو، لا يا فندم العفو. طيب لما جت بقى بعض الهيئات القانونية بدأت توصف الوضع ده، في بعض الناس قالوا الذكاء الاصطناعي يا جماعة له شخصية قانونية، ايه اللي يمنعه يعني؟ مش انت السعودية اعترفت بالروبوت واديته جنسية؟ الروبوت اللي هو البنت المتكلمة ده، مش فاكر، صوفيا، ايوة صوفيا، واديته جنسية. اكتساب الجنسية دليل على ان ليها شخصية. وبعدين انت ما تديش البرنامج ليه؟ ده حتى في كوريا ادوا حماية براءة اختراع لاتنين، مخترع وبرنامج. واحد عرف يخترع برنامج بيساعد على تطوير علاجات الكبد، فلما راح يقدمه مكتب براءة الاختراع قالوا له لا يجوز تقديم الطلب الا من شخص طبيعي. قال لهم طب ما انا ممكن الشركة تقدمه، ما هو الشركة شخص اعتباري. قالوا له اه والله بس الشركة ممثلة في بني ادم. انت بقى معاك تمثيل قانوني عن البرنامج؟ قال لهم لا. قالوا له خلاص يبقى قدمه باسمه. لما جه قدمه باسمه اترفض. ليه؟ قالوا له مش انت اللي مخترعه، انت اقريت في الطلب ان اللي اخترعه البرنامج. لما بعد كده بدأت تحصل اتجاهات جديدة قال لهم خلاص نعتمد اختراع البرنامج للبرنامج وحقوق التنظيم والاستغلال للشخص الطبيعي. بدأ يخلق حاجة من الاتنين دول. طبعا دي اتجاهات قانونية بعيدة قوي، يعني الجانب القريب ليا زي اوروبا وامريكا رفضوا، حتى لائحة البيانات الشخصية الجديدة اللي كانت لسه، حماية البيانات الشخصية اللي كانت لسه الاتحاد الاوروبي اقرها من مفيش اسابيع بسيطة، رفض فيها الفكرة دي لانه مش عاوز يخلق شخصية من لا شخصية، مش عاوز يخلق تواجد قانوني
لكيان حتى مش موجود ماديا ممكن اسيطر عليه ان انا اقفله. ما انا دخلت بقى في نزاعات فقهيه كتيره جدا، يعني الموضوع ده انفتحنا فيه هنتكلم فيه للصبح. ناس بقى تقول لك طب ما انت الشخصيه القانونيه بتمر بمراحل، والصبي المميز واليه اداه واليه وجوب، انت هنا دخلته في انهي شخصيه؟ وفي حاجه اسمها تطور الشخصيه القانونيه، وفي حاجه اسمها فقدان الشخصيه القانونيه، والشركه نفسها شخصيتها الاعتباريه تعتبر في حدود عملها، وبتتقل الشخصيه لما تكون الشركه في مرحله الافلاس او التصفيه. دخلني بقى في تفاصيل بين مؤيد ومعارض ومؤيد ومعارض، فانا هنا ما بقتش قادر اقف على ارض صلبه انا هايد مين وارفض مين. ولكن النتاج النهائي ان صاحب البراءه وان كان برنامج الا ان الشخص الطبيعي هو اللي ممكن يحصل عليه، ولكن هيبقى بينه وبين نفسه سارق البرنامج. دي فكره بسيطه عن ظهور الذكاء الاصطناعي وارتباطه بالجانب القانوني، لان استخدامات الذكاء الاصطناعي دلوقتي ما بقتش مقتصره فقط على حمايه البيانات الشخصيه والحقوق العاديه، لا، انا بقى عندي قانون كامل منظم للدفع الالكتروني او اسمه ايه القانون غير المصرفي، القواعد الفنتك. ايوه بالظبط، اللي هي قانون تنظيم تكنولوجيا الماليه غير المصرفيه بالوسائل التكنولوجيه، واضاف الجمله الاخيره، يعني القانون ده كان قديم اصلا بالوسائل غير المصرفيه، وبعد كده بقى بالوسائل الالكترونيه. الغريبه القانون ده اشكر بقى حته في نفسي كده عشان شويه غرور كده، شويه غرور ان انا طبعا لا خالص والله، ان انا طلعت البحث بتاعي سنه 21، القانون ده طلع سنه 22، فانا اتكلمت قبل القانون ما يطلع على الموضوع ده بسنه كامله، لكن انا ما سيمتش فيه الحمد لله، انا بعيد عن الاكشن يعني الحمد لله. فالغريب فعلا ان القانون قال يجوز الاعتراف بوسائل التعاقد التي تبرم عبر أنظمة الذكاء الاصطناعي، نقطة. وهي نقطة غريبة، انت منين تقولي ان انت هتعترف بتعاقدات تتم عن طريق الذكاء الاصطناعي وحضرتك ما فسرتش نوع التعاقد، ما فسرتش طبيعة التعاقد، ما حددتليش شروط وحدود المتعاقد؟ حتى بعض الباحثين لما بيجوا يتكلموا فيها يمكن دخلوني فكرة، يعني معرفش البعض يسمع عنها من حضراتكم، فكرة حاجة اسمها المتعاقد المحترف، اللي هو اللي فاهم قوي هو بيعمل ايه وعارف كويس جدا هو ايه شروط تعاقده. ده ما تتوفرش اصلا في الذكاء الاصطناعي، لان انا المتعاقد، انا اللي بديله، انا اللي بديله الاوردر، انا اللي بقوله في حالة كذا اعمل كذا، في حالة كذا اعمل كذا. طب راح عمل التعاقد بتاعه بصورة تلقائية بما يخالف اللي انا كنت عاوزه، او لو انا كنت موجود ساعة الاجابة والقبول كنت رفضت، هنا انا هرجع بالمسؤولية على مين؟ مش هعرف. هنا انا هلاقي نفسي ملتزم بتعاقد انا مجبر عليه. حتى لما اتكلم في فكرة الغش التجاري، حضرتك عينت البضاعة؟ هيقولي انا عينتها ازاي؟ مش حضرتك دخلت على الاب وشفت الصورة واقريت ببياناتها وقلت تمام؟ تمام حصل، ووافقت على السعر؟ حصل. طيب والطلب جالك بالاوردر، فين الغش؟ فين الغش التجاري؟ نعم يا فندم؟ لا، الـ 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 المواصفات تقدري تتكلمي فيها، لكن المنتج خامته اقل، دي مش هتقدري تقولي لا، ودي الغش التجاري، لان المواصفات مخالفه للعقل، انا اللي جالي مش كده. لكن مثلا قصه ان انا اشتريت كوتشي ابيض فجالي اسود، لا انا مش عايزه، مش هستلمه، دي دي هنا الوصف. لكن خامه اللي كانت معروضه، ما هو ممكن يقول لي والله انا بايعهولك براند مثلا، وليكن ساعه مثلا رولكس وهي هايكوبي، فانا اكتشفت المعلومة دي بعدين. طب هيتم امتى الاكتشاف؟ هيتم امتى؟ هيتم بعد العرض والطلب والبيع والدفع والتسليم.
هنا هتتم لحمايه المستهلك فعلا، ويمكن قانون حمايه المستهلك الجديد ادرك العمليه دي، لانه نص على فكره ان التعاقدات الالكترونيه بيتم مراجعتها خلال 30 يوم عن طريق الجهاز، بشرط انك تقدم شكوى، بشرط يكون معايا فاتوره ضريبيه، وبشرط يكون معايا فاتوره، بس هنا لو عن طريق الابلكيشن انا اقدر اثبت عمليه الشراء. تمام، لا بس لازم يبقى شرط تاني فاتوره ضريبيه، اكيد المستهلك بدون فاتوره ضريبيه ما بيحميش يعني. اكيد طبعا، اكيد ده 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 بالتاكيد. فده بصوره عامه فكره ارتباط برنامج الذكاء الاصطناعي مع مفهوم الملكية الفكرية، وده مفهوم خطير جدا، لان انا عندي في الملكية الفكرية حق مؤلف، براءة اختراع، ما يوصف باسرار تجارية هي مش اسرار تجارية او المعلومات غير المفصح عنها، حماية مصنفات نباتية. الملكية الفكرية بتحمي ايضا المصنفات حتى اللي بتظهر اللي بتخرج من بني آدم وتكون غير محمية قانونا. يعني أنا ممكن يكون طلعت كتاب ما سجلتوش، ده مش معناه أني ما أقدرش أقول إن الكتاب ده حقوق ما تنسب ليش، لا، بس نشره وحفظ الحقوق ليا وإثبات إخراج الكتاب مني. وعلى فكرة دي بقى معلومة مهمة جدا، إن دلوقتي كلنا بنكتب على اللابتوب مباشرة، كانت أهم وسائل الإثبات الكتاب. يعني أنا حتى الآن فاكر إن الحمد لله رسالة الدكتوراه بتاعتي كانت بخط إيدي، ومحافظ على الورق لحد الآن، علشان اللي شفناه بعد كده مش حلو، الرسائل كلها متاخدة بي دي إف. يعني أنا شفت منظر رسالة متاخد بي دي إف حزنت، يعني أنا شخصيا ماشي للباحثين طبعا ولكن بدون إذن. كون ان ده يساهم جدا ان شخص ياخد نصوص كاملة ينسبها لنفسه، ولن تستطيع تثبت عكس كده، وعمرك ما هتقول له انت جايبها منين، مش هتعرف، ومهما دورت مش هتعرف. فده باختصار شديد جدا، انا طولت، انا اسف على الاطالة، والله يا فندم ده انا استفدت بوجود حضرتك، والله انا متشكر جدا لحضراتكم. طب ننقل الكلمة لمعالي الدكتورة. شكرا لحضرتك. حضرتك الاول ولا الدكتوره؟ معالي الاستاذ الدكتوره سالي سمير. انا مش هطول عليكم، انا هقول كلمتين صغيرين. تمام كده، اولا هرحب بيكم، برحب طبعا، انا سعيده جدا بوجود الناس الكتيره يعني ديت، وتنظيم الندوه هي تنظيم جميل جدا، بنشكر القائمين على التنظيم، السيد الاستاذ عبد الحليم علام نقيب محامين مصر رئيس اتحاد المحامين، وبشكر السيد الاستاذ النقيب محمد راضي مسعود عضو مجلس النقابه ورئيس لجنه الفكر القانوني، والسيد الاستاذ ايمن ظريف اسكندر المنسق العام للجنه الفكر القانوني بالنقابه، وبشكر الدكتور وليد برضو وليد وهبه، وبشكر كمان الاستاذ دكتوره غاده، بشكر دكتوره غاده، بشكركم جميعا على الحضور وعلى الانصات وعلى الاهتمام بالموضوع. موضوع الملكيه الفكريه والذكاء الاصطناعي، انا يعني طبعا دكتور استفاد جدا اقول لكم نماذج كتيره للملكيه الفكريه ونماذج للذكاء الاصطناعي، فانا حابه اول حاجه ان احنا نقول تعريف او مفهوم للذكاء الاصطناعي. تمام، في حد ممكن من الكلام اللي الدكتور قاله يقول لنا تعريف او مفهوم للذكاء الاصطناعي؟ هو في علاقه كبيره ما بين الذكاء الاصطناعي وما بين ايه الملكيه الفكريه، لان في مجالات كتيره ظهرت بتربط ما بين الاثنين. المجالات اللي ظهرت دي زي ايه؟ البرمجيات زي ما الدكتور قال، لان البرمجيات او التطبيقات اللي هي بتاعه الموبايل او الكمبيوتر دي قايمه كلها على الذكاء الاصطناعي، والبرمجيات دي من ضمن حقوق المؤلف اللي بتحميها حقوق الملكيه الفكريه. تمام كده، الكتب الالكترونيه برضو دي من ضمن حقوق المؤلف وقايمه على الذكاء الاصطناعي، ان انا اعمل فهرس الكتروني او ان انا اكتب الكلام على الكمبيوتر او ابحث عنه، ده قايمه على الذكاء الاصطناعي. التجاره الالكترونيه في مجملها قايمه على الذكاء الاصطناعي، ان انا اعمل تسويق او ان انا اعرف رغبات العملاء ايه، رغبات المواطنين ايه، دي قايمه على الذكاء الاصطناعي. وسائل الدفع الالكتروني كلها ذكاء اصطناعي، تمام، وكلها برضو قايمه على الملكيه الفكريه. يعني انا دلوقتي لو معايا فيزا كارت من بنك الاهلي او من بنك مصر، معايا العلامه التجاريه بتاعه البنك، معايا المنتج بتاع البنك، معايا حسابي بتاع البنك، كل دي حقوق ملكيه فكريه للبنك. طيب في حاجات كتيره، الحاجات الكتيره دي ادت الى ايه؟ العلاقه ما بين الذكاء الاصطناعي والملكيه الفكريه ادت الى ايه؟ في وجود العديد من الفرص والعديد من التحديات. في مميزات كتيرة احنا بنكسبها من الذكاء الصناعي، وفي خسائر. اي حاجة في الدنيا ليها فايدة وليها ضرر، صح ولا لا؟
انت لما تيجي تقيم اي حاجه لازم تعرف الفايده والضرر بتاعها. انا دلوقتي زي ما احنا كنا بنتكلم من شويه النقطه الخلافيه والدنيا قامت عليها حمايه البيانات الشخصيه، انهي اولى عندك بالحمايه؟ ان انت تحمي بياناتك الشخصيه تحافظ عليها بعيد عن الانترنت، او ان انت تبحث عن حاجه معينه؟ انهي الاولى؟ لو انت شايف ان انا ابحث عن معلومه معينه ده الاولى وده الاهم بالنسبه لي، خلاص انا هفتح ايه البرنامج اللي انت رفضتي تفتحيه من شويه عشان تبحثي عن المعلومه. لو شايفه بياناتك الشخصيه اهم هتحمي بياناتك الشخصيه. فكل حاجه انا بقدر الفرص اللي فيها والتحديات اللي فيها، واشوف المكاسب والخساره، واشوف انا هختار ايه. تمام كده. طيب الذكاء الاصطناعي، يعني ايه ذكاء اصطناعي بقى عشان نقدر نعرف يعني ايه ذكاء اصطناعي؟ الذكاء الاصطناعي ان انا بدي للتطبيق مجموعه من الفروض، بقوله لو حصل كذا تعمل كذا، لو حصل كذا تعمل كذا، بيتصرف التطبيق ده كما لو كان انسان طبيعي، بس التطبيق ده بيبقى افضل من الانسان بكتير. في ايه؟ ان هو بيبقى محدد جدا. ان انا بقوله مثلا لو انا عندي غساله اوتوماتيك، بقوله لو النور قطع تكمل من نقطه ما النور قطع. حلو. الانسان نفسه ممكن ما يعرفش هي وصلت عند انهي حاجه، عند الدي ولا السي ولا الاي ولا الكلام ده. دي اول نقطه. النقطه الثانيه انا بقوله لو مثلا لقيت درجات اقل من 10 ما تجمعش، الانسان ممكن تعدي عليه، لكن الذكاء الاصطناعي عمره ما تعدي عليه، لان هو بيمشي على فروض دقيقه جدا. الفرد اللي انا اديته لو اديته مدخلات سليمه بيديني مخرجات سليمه. يبقى اذا الذكاء الاصطناعي بيقوم بمهمه الانسان في الفروض اللي انا مديها له، وبيحقق لي نتائج سريعه ودقيقه، وما بيغلطش وما بيتعبش. يعني انا ممكن اقول للذكاء الاصطناعي يعالج لي مئات المعلومات في دقيقه واحده، بيعالجها، لكن الانسان عشان يجمع مئات المعلومات في دقيقه واحده بتبقى صعب جدا. يعني احنا مثلا عندنا في كليه الحقوق لما جينا بنطلع النتائج كنا بنقعد نجمع النتائج ونقعد نعمل رقفه يدوي ونعمل الحركات دي كلها، كانت بتطلع الرقفه مع ان اساتذه عظماء بقالهم باع كتير في الرقفه بيعملوها كان بيطلع فيها اخطاء. ليه؟ لانهم الانسان بيجهد بيتعب، لكن الذكاء الاصطناعي ما بيتعبش. انا بقول له لما تلقى 82 ارفع لي 82، لقيت 82 و7 ارفع 82 وسيب 7، فهو بيعمل ايه؟ لا 82 بيرفعه، لا 82 و7 ما بيرفعش ال7. هو مش ممكن يغلط. ليه؟ لان انا مدياله مدخلات سليمه بيشتغل عليها. يبقى احنا كده وصلنا ان الذكاء الاصطناعي بيوفر الوقت والجهد وبيحقق ايه؟ النتيجه المرجوه اللي انا عايزه اوصل لها. تمام كده. ايه علاقته ده بقى بالملكيه الفكريه؟ تصميم البرنامج نفسه ده ملكيه فكريه، من ضمن حقوق ايه؟ المؤلف المحميه، صح ولا لا؟ العلامه التجاريه اللي هياخدها البرنامج من ضمن الملكيه الصناعيه اللي هي ضمن حقوق الملكيه الفكريه. تسويق البرنامج من ضمن حقوق الملكيه الفكريه، صح؟ يبقى هنا كده في علاقه ما بين الملكيه الفكريه وما بين الذكاء الاصطناعي ولا لا؟ تمام. في حاجه برضو عشان ما يبقاش في خلط بينكم، ايه الفرق ما بين الملكيه الفكريه اللي هي حقوق المؤلف والملكيه الصناعيه؟ الملكيه الفكريه اللي هي حق المؤلف بتديك حمايه لمده 50 سنه، هما الاثنين ملكيه فكريه، بس حق المؤلف اللي هي البرمجيات ليها حمايه 50 سنه، لكن براءه الاختراع والعلامات التجاريه ليها حمايه 7 سنين، براءه الاختراع ليها حمايه 20 سنه. تمام. فهو اللي بيفرق ما بين الملكيه الفكريه الادبيه والملكيه الفكريه التجاريه والصناعيه هي فترات الحمايه بس، لكن كله محمي وكله تحت منظمه الاي الويب، وبتنظمهم اتفاقيه التريبس، ومصر طبعا عضوه في منظمه التجاره العالميه ملتزمه باتفاقيه التريبس. طيب انا عايز اعرف الذكاء الاصطناعي ازاي يفيدني في مجال الاقتصاد؟ هديكوا تطبيق صغير على الضرائب. حلو كده. انا دلوقتي لو في برنامج عن الضرائب استخدمته مصلحه الضرائب، تقدر عن طريقه ان هي تعرف نسب التهرب الضريبي قد ايه، ان هي تفحص مئات الملفات، لان طبعا الموظفين مع وجود الورق الكتير والكلام ده ممكن هو ما يفحصوش كويس، بيتعبوا، ما بيبقى فيه اجهاد، ورق بيضيع، ورق بيبقى مش واضح قوي، دي حاجه زي كده. فهتقدر ان هي تقدر تعرف نسب التهرب الضريبي قد ايه، تقدر تعرف عن طريق الذكاء الاصطناعي نسبه الضرايب المفروضه قد ايه وتحدد، لان احنا عارفين ان قانون الضرايب الجديد اللي صدر لسه من كام شهر في مجموعه كبيره جدا من الشرايح. الانسان عشان يقعد يقول بقى اول 60,000 شريحه كام، اول 20,000 شريحه كام، اول 30,000 شريحه كام، هيتلخبط من الشرايح دي. لكن احنا لو صممنا برنامج يقدر برنامج بدخله الاجمالي الدخل بتاع الفرد، هو يقسمه شرايح ويعرف هيدفع ايه، المبلغ الاجمالي قد ايه، ويعرف نسبه الخصومات قد ايه. يبقى اذا احنا الذكاء الاصطناعي بيفيدنا في كل مجال اقتصادي زي مجال الضرايب، يمنع التهرب الضريبي، بيساعد على ايه؟ حساب نسب الضرائب. لكن في حاجه تانية، الذكاء الاصطناعي زي ما انا قلت لكم بيقدر يقوم بعديد من العمليات. العمليات دي بيقوم بيها كان في الاصل مين؟ الانسان. فمن ضمن الاضرار الناتجه عن الذكاء الاصطناعي ارتفاع معدل البطاله هتزيد. ليه؟ لان انا لما هعتمد على الاله بشكل كلي واديها مدخلات بشكل كلي، وهعتمد على عدد قليل من الموظفين، فاستغنى عن عدد كبير من الموظفين، فده هيرفع لي من نسب البطاله، بس هيحقق لي نتائج الى حد ما دقيقه بنسبه ايه اكبر. تمام كده. فانا كده قلت لكم العلاقه بين الذكاء الاصطناعي، وقلت لكم الملكيه الفكريه هي عباره عن ايه، وايه العناصر اللي بتربط ما بين الملكيه الفكريه والذكاء الاصطناعي، وديكم تطبيق على الضرائب. في حد عنده اي سؤال في الجزء الصغير اللي انا قلته؟ بقى
هو مش الغاء وظيفه الانسان، هي تكمله وظيفه الانسان، هو مساعد ومكمل لوظيفه الانسان. بس الانسان اللي ما بيقدرش ان هو يتعامل مع الكمبيوتر للاسف الشديد مش هيبقى له مكان في المستقبل. ده اول حاجه. حاجه تانية، احنا بنحول الوظائف. يعني مثلا بعد ما كان في عندنا خزنه، الخزنه دي بتروح تدفع فيها الفلوس، لا بقى في حاجه تانية بتدفع فلوس عن طريق حاجه الكترونيه. فبقى وظيفه الخزنه ايه؟ اتحولت من وظيفه خزنه لوظيفه حاجه تانية، ان هي بتراقب اوامر الدفع الالكتروني. بعد ما كان الموظف هو اللي بياخد الفلوس ويديك وصل، لا بقى الموظف بيراقب اوامر الدفع الالكتروني، ايه اللي دفع وايه اللي ما دفعش. لو حد متاخر يقول له لا انت ما دفعتش الجزء دوت. تمام. سلبيات الذكاء الاصطناعي، اولا لو في مدخلات غلط، حاجه تانية الاله او التطبيق ما بيعرفش يقرا غير ارقام. تمام. الكمبيوتر ما بيقراش غير ارقام، فالمشكله ان احنا لو ما قدمناش ارقام كويسه او دخلنا ارقام غلط طبعا هتطلع لنا نتيجه غلط. المدخلات لو كانت غلط النتائج هتبقى غلط. السلبيات اكتر برضو ان احنا بنستغنى عن عدد كبير من العنصر البشري، لان الكمبيوتر بيقوم بمهام اكتر من العنصر البشري بكتير. المخاطر على العنصر البشري، الايه؟ المخاطر على العنصر البشري زي ما انا قلت لحضرتك، حضرتك بتشوف الفرص والتحديات. لو حضرتك خايف على بيان معين ما تعرضوش على وسائل التواصل الاجتماعي. حضرتك بيبقى عندك حاجات برايفت ما تطلعهاش على الايه؟ الحاجه اللي بتتصل بالنت. الجهاز بيخرج امتى بره؟ بيخرج بره عن طريق النت، صح ولا لا؟ حاجه خايف عليها ما تحطهاش على النت. يعني انا مثلا دلوقتي عندي موبايل ما بوصلوش بالنت، ده بصور بيه الاسره والعيله والكلام ده، هوصل الموبايل بالنت يبقى انا الصور اللي انا عندي ما بقاش خايف عليها. لان هو طبعا هو ما بياخدش، يعني ما بيدخلش على السيبر غير ما بياخد اذني، ما بيدخلش على اي تطبيق غير ما بياخد اذني، بس انا بديله اذونات اذونات عشان اقدر اخد الخطوه اللي بعدها والخطوه اللي بعدها والخطوه اللي بعدها، صح ولا لا؟ كل دي الخصوصيه. الامن بقى، الامن في ايه؟ الامن القومي. لا، خطر الامني على الشخص. الخطر الامني على الشخص، ما هو كده كده اي شركه يعني بتخش عندك على الموبايل ما بتجيبش سيرتك في حاجه، ما بتقولش عنك اي حاجه، هي بتستخدم الحاجات دي انها بتجمع عنك معلومات عشان تعمل لك دعايه وتسويق. يعني انت مثلا حضرتك بتدور على موبايلات، فاللي بيحصل ايه؟ الموبايل بيساعدك يقول لك ايه ده، في موبايل كذا بعرض كذا، في موبايل كذا بعرض كذا، في موبايل كذا بعرض، بيساعدك ان انت تدور على الموبايلات. ده الاستخدام التجاري يا دكتور. تمام. انا بتكلم على استخدام الذكاء الاصطناعي. دورته على الامن الشخصي ايه؟ هو الامن الشخصي ده بتاع حضرتك. ما ده بتاعتك. ده بتاع حضرتك. بتاعت حضرتك. حضرتك عندك صور؟ لا هو عايز يكلمك. طب انا بتكلم ان الامن الشخصي لما اي حد يتكلم على فكره الامن الشخصي حافظ على معلوماته بعيد عن النت، ده ليه علاقه بتصرف حضرتك في الاستخدام. حضرتك اللي ابحت الصور، حضرتك اللي شيرت الموقع الجغرافي بتاع حضرتك، حضرتك اللي حددت مكانك، حضرتك اللي نزلت صور لحضرتك في اماكن. يعني انا افتكر زمان جدا كنت بقرا مره في موسوعه كانت متعلقه بالحرب العالميه، فكان جهاز المخابرات البريطاني كان عارف حضرتك الحرب العالميه كانت متقسمه ما بين المانيا وايطاليا وبين فرنسا وانجلترا، ان هما كانت دول بينهم وبين بعض حروب. فجهاز المخابرات اخترع شركه دي عملت حاجه ذكيه جدا، قالت احنا هنعمل مسابقه مين موجود في منطقة كذا في مقاطعة كذا يصور لنا نفسه جنب الـ 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 الرموز التاريخية أو الأثرية في المكان، وأحلى صورة ليها مكافأة. ناس بعتت كمية صور مش طبيعية، عن طريقنا قدر يعرف الطريق والشارع والحارة والعنوان. يعني ده شيء ليه علاقه باستخدام الامن، دايما له علاقه باستخدام حضرتك. انا بس حتى لا يعني لا يفوتنا بقى في هذا المقام بقى معالي الدكتوره غاده، هي بقى هتسعدنا بكلمه كده ختاميه. انا بيسعدني وشرفني طبعا التواجد معاكم النهارده ومع لجنه الفكر كضيف شرف للندوه، وبرحب طبعا بالدكتوره سالي والدكتور وليد وفعلا افادونا النهارده، وبشكر دكتور الأستاذ أيمن ظريف. وأنا النهاردة عايزين في حاجة تانية على هامش فعاليات الندوة، الأستاذ أيمن هنحتفل النهاردة بتوقيع كتاب الدكتور وليد وهبة، ولو في أي أسئلة حضرتك حابين تجاوبوها أو الدكتور وليد، تقريبا أغلب الأسئلة اللي اتبعتت هو جاوب من خلال سياق الكلام عليها،
لا هو مش الفكره برضو يا دكتوره بس التوقيع، لان في توقيع الكتروني دلوقتي مفيش مشكله، بس انا بتكلم من واقع ان انا ايوه من واقع ان انا فعلا ادارات قانونيه وعضو اداره قانونيه، ففعلا احنا عندنا في الجامعه لما جم يحصلوا على شهاده الايزو احنا منعنا كاداره قانونيه ان احنا ما ينفعش ان انا تحولني رقمي، ما ينفعش تقولي انا مش خدمه عملاء او ان انا عميل وبيدخل لي عميل والمهم عندي اغضاء العميل، انا عندي اداره تحيات بدي جزاءات، عندي عقود، عندي فتاوى، عندي تظلمات. وفي التفتيش الفني برضو ما ينفعش، لان انا باخد الملف سواء قضيه او عقد او فتوى او انا بحلله، فطبعا الذكاء الاصطناعي او التحول الرقمي مش هيحللي الملف ده مهما ادخلت له كل الورقه مكتوب فيها ايه، هو مش هيوصل للي انا عايز اوصل له والتقرير اللي عايز اكتبه في النهايه. بس ده تعليقي كاداره قانونيه.